صديق اسمه سام ايفنز، سام بيقول ايه السر بان انت قدرتي يا مريم انك تكوني قويه في مواجهه كل الشرور بالرغم من اللي عمله معاك العدو؟ قاومت الشرور بالرب يسوع. يعني اني لما كنت يعني صغيره كنت اصلي حيل، وكنت اطلب حيل يعني تصلي كتير صح؟ كنت بصلي كتير قوي قوي للناس اللي كنت برنم، يعني كنت برنم للناس دي اللي كانت متألمة قوي، فيمكن الرب استجاب ليهم لينا. كان في ناس كتير بتتعالج وكتير ما يعني بتبقى ليها أماكن تقعد فيها، وبعدين جت علينا. بس نشكر ربنا إنه يعني هو صح، إحنا عملنا كتير أغلاط، يعني إحنا ما سمعناش كلامه، ما عملناش بالوصايا اللي هو قالنا عليها، بس هو سمحنا وادالنا مكان إننا إحنا نعيش بيه، وإحنا دلوقتي بنشكره. هو أول حاجة سترنا. أنا فاكر الكلمة دي كويس قوي. مريم، إيه أكتر لحظة صعبة عدت عليكي في الوقت اللي فات في السنة وشهرين دول؟ مش عارفة، ما كانش في أي حاجة صعبة عليا خالص خالص خالص. انت عارفة كمية الناس اللي شافت الفيديو بتاعكو وكمية الناس اللي اتأثرت وعيطت كانوا كتير قوي، بس انت بتقولي ان مفيش ولا يعني ناس كتيرة جدا لما شافت الفيديو حست انه انتوا عايشين حياة مش مفروض تعيشوها واتأثروا وزعلوا علشانكو، بس صح احنا صح احنا شوية اتألمنا، بس كل انسان لازم يتألم لان اللي بيحب الرب يسوع لازم يتألم.